صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ثلاثة وثلاثين لسنة ألفين بالتصديق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته المعدلة حتى تعديلات كيغالي ألفين وستة عشر وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. صدق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته المعدلة حتى تعديلات الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف المنعقد في كيغالي خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر 2016 وفقاً للصيغة المرافقة لهذا المرسوم.